هو كيف تجد الوقت لتأليف كل هذا الزخم ما شاء الله من المؤلفات بينما أنت مرتبط بأعمال إدارية وتحرص على الدوام بشكل كامل كما أشرت في حياة في الإدارة؟ أخترتي إذا سمحت، أنا اليوم جيتك الساعة كم؟ جيتني 7 قبلها بدقيقة وبعدها بدقيقة؟ لا. طب لأن يعني طلبت من يقيس الطريق وحسبت بالضبط المسافة. اليوم الصبح قابلت 7 أشخاص، إنما كل شخص قابلته بعضهم لمدة ربع ساعة بعضهم لمدة ثلث ساعة. أعتقد أن تنظيم الوقت هذا يعني هو هذا السر الذي يعني الكثيرون يبحثون عنه ولا يجدون. عندما تنظم وقتك تستغرب من الوقت المتاح لك. خلال 4 سنوات في الرياض لم أقبل العزائم على شرف إلا يمكن 10 في 4 سنوات. يعني قصة أن بكرة عندنا والقابلة عندنا وهذه لا أقبلها طول عمري.